الحمام يقدر عمره فوق الألف سنة. بنا المملوكة من أعرق وأحد وأقوى الأنظمة الهندسية اللي انوجدت في العهد الإسلامي. واللوحة هذه بتقول أنشأ ورمم هذا الحمام المبارك حاجب الحجاب سنجر بن عبد الله المؤيدي سنة 685 هجري. أقسام الحمام أربعة. القسم الأولاني المستوقد، المستوقد مكان إيقاد النار. المكان الثاني البراني أو الإيوان، لأنه هذا المكان يسمى إيوان، هذا يستخدم بعد الانتهاء من الحمام. المكان الثالث اللي هو الوسطاني، مكان الاستراحة بعد الحمام أول استراحة، ومكان تغيير الملابس. القسم الرابع اللي هو قسم الحمام الحام، درجة حرارته 55 درجة مئوية. في العهد التركي كان الحمام ملك لآل رضوان، وإحنا كنا مستأجرينه منهم أجار. فبعد يعني إحنا في منتصف الخمسينات اشترينا الحمام، وظلوا الحمام من منتصف سنة الخمسين معنا لغاية اللحظة هذه لعائلة الوزير. في 56 أكل الحمام قذيفة وقعت جزء من السقف، وقدرنا أبواتنا قدروا إيش يرجعوها تاني. القبة هذه الموجودة عندنا القبة الوحيدة المخرمة في قطاع غزة، فيش قباب عندنا إيش إلى فتحات، هذه الفتحات للإنارة وللتهوية. زوار الحمام بيشمل من أضعف واحد في غزة فقير مادياً إلى أكثر واحد غني، من أكثر واحد متعلم لأكثر واحد جاهل. هذا الحمام مكان أثري، أجدادنا اللي سابونا إياه ويجب الحفاظ عليه.